أخيرا وجد أيمن الحريري المقيم في طرابلس علاجا لمشكلة إفراز عينيه دموعا بصورة زائدة عن الحد خلال زيارته لسوق العطار في المدينة بعد بحث دام 5 أشهر جرب خلالها أدوية مختلفة وزار أطباء كثيرين. والآن يقول الحريري الأب لثلاثة أطفال إنه يشعر بتحسن بعد أن استخدم ماء الورد. كثير عالم نصحتني روح على الحكمة، ما في إلا ستي الله يرحمها، هي قلت لي على هالوصفات اللي ما بيعرفها الا الكبار بالعمر، وهن اللي كانوا يستعملوها قبل ما يطلع شيء اسمه طب وشيء اسمه صيدلي وشيء اسمه دواء، الكبار بالعمر يعني. والعطارين المتوارثين ابا عن جد هدول بصراحه بيقدروا يفيدوك كثير.